بأنفسهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أي مش الكلام ده لك صح؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أيوة يعني ثبتك الله. أيوة، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. سمعتني حبيبتي؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا، اسمع بالله الكلام هذا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. بالله الكلام ده لك يا مشمش. وما تنفقوا من شيء وفي سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هيا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. تمام، توكل على الله إنه هو السميع العليم. توكل على الله إنه هو السميع العليم. توكل على الله إنه هو السميع العليم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. خلاص، واصبروا إن الله مع الصابرين. خلاص، اصبروا هذا فعل أمر، إن الله مع الصابرين. صابرين اللي هم عندهم القدرة على إطاعة أمر الصبر. صابرة من الصبر، من الصبر، من الصبر، أي حاجة. صح، تمام. يبقى الصبر عبارة عن استجابة، استجابة لأمر بالصبر، بالأمر كده، صحيح. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. خلاص، من يتوكل هنا ما في أمر، هنا يتوكل يعني فعل مضارع، صحيح. بعد رجع تاني قال وتوكل على الله، هنا الفعل الأمر، توكل على الله إنه هو السميع العليم. يبقى واصبروا وتوكل. الحمد لله رب العالمين. هذا يوم آخر من بعد رسول الله، قدر الله ما شاء فعل. هو هذا المشهد صحيح؟ بهي دي النعمة صحيح؟ أما بنعمة ربك فحدث صحيح؟